على الإخلاص. نعم. يقول وما يحذر من الأصل، وما يحذر هذه معطوفة على خوف، يعني وباب ما يحذر من الإصرار على النفاق والإسلام من غير توبة، لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والإصرار على المعاصي خطير جدا ولو صغائر، وقد ذكر العلماء أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، وقد قال الله تبارك وتعالى عمن إذا تليت عليه آيات الله قال أساطير الأولين، قال الله تعالى مكذبا إياه كلا ليست أساطير الأولين. إذن لماذا يقول أساطير الأولين؟ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، طبع عليه ختم عليهم حتى صار يرى القرآن الكريم يراه أساطير الأولين. ما أخذ الحديث، ما أخذ الحديث. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني وهم يقولون سباب المسلم إيمان ليس بفسوق، وقتاله ليس بفسوق، لأنهم يرون أن المعاصي لا تخرج الإنسان إلى الفسق ولا إلى الكفر، إلا ما رأوه كفرا فيخرج إلى الكفر. أما المعاصي التي لا يرونها كفرا فيقولون إنها لا تؤثر على الإنسان ولا ينتقل من وصف العدالة إلى وصف الفسق، ولا من وصف الإيمان إلى وصف الكفر. وهنا يتبين أن الفسوق أدنى مرتبة من الكفر، وذلك لأن القتل أعظم من السباب، فالسباب موجب للفسوق والقتال موجب للكفر. ثم هل الكفر هنا الكفر المخرج من الملة؟ لا، يعني قال كفر يعني من الكفر، وليس هو الكفر المخرج من الملة. ودليل ذلك قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى أن قال فأصلحوا إنما المؤمنين أخوة فأصلحوا بين أخوين. نعم 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 نأخذ الماء الأول. إيش إيش في إيش؟ لا لا ما صحيح، لا هم يقول لا يزيد ولا ينقص صراحة. هنا يشعر بهبوط عمله إذا فعل ما يحبط العمل، وهذه الآية كقوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يقلها فعلا تهوي به في النار كذا خريفا. نعم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. الشاهد من هذا الحديث أن هذه المعصية لم يشعروا أنها تصل إلى هذه الدرجة، وهي أن ترفع عنهم أو أن يرفع عنهم العلم بليلة القدر، ولكن لا مطلقا بل في هذا العام فقط، وإلا فإن ليلة القدر لا تعلم وتتنقل، يمكن أن تكون في هذا العام في ليلة 27 وفي العام الثاني في ليلة 25 وهكذا. ولهذا قال في آخر الحديث عسى أن يكون خيرا، يعني أتوقع أن يكون خيرا لكم وهو كذلك، لأن الناس لو علموا أنها في ليلة معينة لاقتصرت عبادتهم وقيامهم
إيش عن هذه الليلة، لكن إذا لم يعلموا اجتهدوا في كل الليالي. هذه واحدة. ثانيا، إذا كانت ليلة معينة سهل على كل واحد على النشيط والكسلان أن يقوم، لكن إذا كانت غير معلومة لم يحرص عليها إلا من كان نشيطا في العبادة. ثم إن هذه العبادات التي نقوم بها في هذه الليالي كلها خير وأجر لنا، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: وعسى أن يكون خيرا لكم. ثم قال: التمسوها. والأمر هنا للإرشاد في السبع والتسع والخمس، وبقي ثلاث والواحد والعشرون. نعم. حسب ما فهمت بأن الليلة رفعت هذه السبع. نعم. فكيف قال النبي عليه الصلاة والسلام تنفوها السبع؟ رفعت أي رفع العلم بها. أي في هذه العلم الآن بها. يعني كان رسول علمها بأن مثل بدر كذا، لكن رفع نسبة. نعم. المرجع هم الجميع. قلت سلمك الله. خذ ثلاث جماعات مرت علينا في النورية تذكرها؟ ما هي؟ نعم. وين الحديث؟ نعم. ولا الوتر أيضا. ولا ما هو حجة، لكن لا بد من الأتيان ببقية الفرائض مثلا ما ذكر الحج. يعني الناس لهم في شيء يذكر في الحديث الآخر الواجب، باقي من الواجبات الحديث إذا كان قادر. ولكن الحقيقة أن الإنسان هل هو ضامن أنه أدى هذه الصلوات على الوجه المطلوب؟ شخص والنوافل تجبرها إلى جنازة وكانت الصلاة فريضة، فهل تصح صلاته أم لا تصح؟ فريضة أو نافلة؟ يقول يصلى وبين يديه جنازة، هل تصح صلاته أم لا؟ نقول نعم تصح. أي فريضة أو نافلة كل واحد. فهمتها؟ طيب. هذا السمان مبارك يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهى ان تكلم النساء الا باذن ازواجهن؟ اين وجدت هذا الحديث؟ صح صح حول وهذا أم ياسر. هل يجوز الطواف حول الكعبة بالخف أو ما يشبهه كالحذاء بعذر أو بدون عذر؟ معلوم أن الرجل لا يلبس الخف وهو محرم، المرأة لا بأس. وأما الطواف حول الكعبة أو دخول المسجد الحرام بالخف فتركه أحسن، لأن العوام هوام، فيخشى من فساد، يدخل الإنسان ونعاله ملوثة بالماء، فالأولى أن الإنسان من حين ما يدخل المسجد الحرام يلقن عليه. نعم. مخالف نجيب عن هذا؟ نعم. يقول: هل تجوز إمارة النساء في السفر
كان يسافر مجموعة إخوة أشقة أولاد وبنات فيؤمر إحدى أخواتهم عليهم، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تكون المرأة أميرة على الرجال، كما نرجو توجيه نصيحة حول مسألة الحجر في المساجد الحجر. هذه قد تقدم الكلام عليها كثيرا، وبينا أن الإنسان إذا حجر وهو في المسجد فلا بأس، وإن كان خارج المسجد فإنه لا يحجز، وتقدم أن بعض العلماء رخص في ذلك، ولكن الأولى لا. نعم، نبدأ بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال هذا الباب ترجمة طويلة، قبل أن ندخلها سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ليخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفع، والملاحات معنى المخاصمة، وفي هذا دليل على أن المخاصمة قد تكون سببا لرفع الخير. وهو كذلك، وقد قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري حين بعثهما إلى اليمن، أمرهما أن يتطاوعا، يعني أن يطيع أحدهما الآخر حتى لا يحصل النزاع. أما باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. فهذا الحديث أخرجه مسلم بتمام، وأن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة عنده بصورة إنسان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال عمر: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلسة الأديب المتأدب، وسأله عن الإسلام فأخبره، وعن الإيمان فأخبره، وعن الإحسان فأخبره، وعن الساعة وعن الساعة وأشراطها فأخبره عن شيء من أشراطها ولم يخبره عنه، لأنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. وفي النهاية قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل كل هذه من الدين، يعني جعل الإسلام والإيمان والإحسان من الدين، لأن دين الإسلام يشتمل عليها كلها، فهي دين الله عز وجل. قال: فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، حيث بين لهم أركان الإسلام وهي من فجعلها من الإيمان. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني من يطلب دينا يدين الله به غير الإسلام فإنه لا يقبل منه، لأن الإسلام نسخ جميع الأديان السابقة. وبهذا نعرف أن من زعم أن ما عليه أهل الكتاب اليوم دين يقبله الله فإنه كافر مرتد عن الإسلام، استتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه كفرا وردة، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. والنصارى اليوم ليسوا على شيء، واليهود ليسوا على شيء، وسائر الملل ليست على شيء، لا يقبل إلا الإسلام فقط، فمن وفق للإسلام فهو المقبول، ومن لم يوفق فهو المردود. حتى الشرائع التي ليست أصل الإسلام إذا كانت على غير ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي مردودة، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله. جبريل عندك رجل؟ لا عندنا جبريل. شرح ما تكلم عليها. فأتاه رجل أي ملك في صورة رجل، وفي التفسير للمصنف إذ أتاه رجل يمشي ولأبي ثروة فإنا لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس، ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وفي رواية ابن حبان سواد اللحية. بس كان نسخنا غلط. ها نسخة من قالها؟ العيني العيني ايش هو؟ هذا اللي قرر مصطفى راه انك من سمع يعني لا بالله من سمع كهية على كل حال يعني في مسلم رجل شديد بعض الساعة ثم قال في النهاية هذا جبريل أتاه ظاهر لي أن أتاه رجل أصح صح أتاه رجل فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. هذا يخالف السياق الذي في صحيح مسلم من حيث الترتيب ومن حيث بعض الكلمات. أن تؤمن بالله وملائكته ولقائه ورسله وتؤمن بذلك سقط من هنا ركنا وهما الإيمان بالكتب والإيمان بالقدر، وزيد واحد وهو الإيمان باللقاء. والمراد باللقاء هنا لقاء المحاسبة لقوله تعالى يا أيها الإنسان إن كادح لربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى آخره. وليس المراد بلقاء البعث لأن البعث صرح به قال وتؤمن بالبعث، والبعث والإخراج إخراج الناس من قبورهم. قال من الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وسقط منها شهادة أن محمدا رسول الله. أما شهادة أن لا إله إلا الله فقد تضمنها قوله أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. وسقط أيضا الحج و
وهذا يدل على أن هذا السياق فيه حل. والسياق الكام المنطبق سياق رواية مسلم رحمه الله. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن تعبد الله عبادة كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعلوم أننا لا نرى، وقوله فإن لم تكن تراه يعني فإن لم تعبده كأنك تراه فإنه يراك. وهاتان مرتبتان في الإحسان. المرتبة الأولى أن تعبد الله عبادة طلب يتضمنها قوله كأنك تراه، لأن من رأى المحبوب طلب. والثاني عبادة هرب بقول فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولن تفوته. فيكون الإحسان على هذا مرتبتين. قال: متى الساعة؟ قال: ما المأسول عنها بأعلم من السائل. يعني أنا لا علم لي عندك بها، وأنت كذلك لا علم لك بها، وسأخبرك عن أشراطها. ولفظ رواية مسلم قال: أخبرني عن أشراطها. والأشراط العلامات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولدت الأمة ربها، إذا ولدت أنا ربها. فما معنى ولد ربها؟ قال العلماء: إن السرية إذا وطئها زوجها، إذا وطئها سيدها وأتت بولد، صار هذا الولد حرا، وهو بضعة من سيدها، فيكون سيدا لها باعتبار أن أباه سيد لها. لكن هذا المعنى وإن كان وفيه من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى أمر لا يستغرب. كل أمة استولدها سيدها فإن ولدها يكون حرا. لكن قالوا إن هذا كناية عن أن هذا الولد يكون مالكا لها، أي أميرا أو ملكا أو ما أشبه ذلك، وهو كناية عن كثرة السرايا. عندك شرح لها؟ نعم. شو يا مصطفى؟ إذا ولدت؟ نعم. قوله إذا ولدت، التعبير بإذا للإشعار بتحقق الوقوع، ووقعت هذه الجملة بيانا للأشراط نظرا إلى المعنى، والتقدير ولادة الأمة وتطاول الرعاة. فإن قيل الأشراط جمع وأقله ثلاثة على الأصح، والمذكور هنا اثنان، أجاب الكرماني بأنه قد تستقرض القلة بالكثرة وبالعكس، أو لأن الفرق بالقلة والكثرة. أترك يا شيخ هذا الكلام. قوله إذا أترك هذا الشيخ. لكن ثم ذكر قال: قوله إذا ولدت الأمة ربها، وفي التفسير ربتها بتاء التأنيث، وكذا في حديث عمر ولمحمد بن بشر مثله، وزاد يعني السراري، وفي رواية عمار بن القعقاع إذا رأيت المرأة تلد ربها، ونحوه لأبي فروة، وفي رواية عثمان بن غياث الإماء. نعم. إذا ولدت ما بقينا كلمتين شيء. نعم. كلمتين على موقف. طيب. وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في معنى ذلك. قال ابن سكين: اختلف فيه على سبعة أوجه، فذكرها لكنها متداخلة، وقد لخصتها بلا تداخل. فإذا هي أربعة أقوال. الأول قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم. فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها. قال النووي وغيره: إنه قول الأكثرين. قلت: لكن في كونه المراد نظر، لأن استيلاد الإماء كان موجودا حين المقالة، والاستيلاء على بلاد الشرك
وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع أكثره في صدر الإسلام. وسياق الكلام يقتضي الإشارة وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب القيامة مما سيقع قرب قيام الساعة. وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجه بأخص من الأول قال: أن تلد العجم العرب. ووجهه بعضهم بأن الإماء يلدن الملوك فتصير الأم من جملة الرعية والملك سيد رعيته وهذا سيد الأم فتصير الأم لا الملك مبتدا خبر سيد رعيته هذا وجه كونه سيدها فتصير الأم من جملة الرعية والملك سيد رعيته وهذا لإبراهيم الحربي وقربه بأن الرؤساء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالبا من وطء الإماء ويتنافسون في الحرائر ثم انعكس الأمر ولا سيما في أثناء دولة بني العباس ولكن رواية ربتها لتاء التأنيث قد لا تساعد على ذلك ووجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجاز لأنه لما كان سببا في عتقها بموت أبيه أطلق عليه ذلك وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر فقد يسبى الولد أولا وهو صغير ثم يعتق ويكبر ويصير رئيسا بل ملكا ثم تسبى أمه فيما بعد فيشتريها عارفا بها أو وهو لا يشعر أنها أمه فيستخدمها أو يتخذها موطوءة أو يعتقها ويتزوجها وقد جاء في بعض الروايات أن تلد الأمة بعلها وهي عند مسلم فحمل على هذه الصورة وقيل المراد بالبعل المالك وهو أولى لتتفق الروايات الثاني أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك فيتداول الملاك المستولدة الثاني أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك وعلى هذا فالذي يكون من الأشراف غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد أو الاستهانة بالأحكام الشرعية فإن قيل هذه المسألة مختلف فيها فلا يصلح الحمل عليها لأنه لا جهل ولا استهانة عند القائل بالجواز قلنا يصلح أن يحمل على صورة اتفاقية كبيعها في حال حملها فإنه حرام بالإجماع الثالث وهو من نمط الذي قبله قال النووي لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد بل يتصور في غيرهن بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة أو رقيقا بنكاح أو زنا ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها ولا يعكر على هذا تفسير محمد بن بشر لأن المراد السراري لأنه تخصيص بغير دليل الرابع أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام فأطلق عليه ربها مجازا لذلك أو المراد بالرب المربي فيكون حقيقة وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربي مربيا والسافل عاليا وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى أن تصير الحفاة ملوك الأرض تنبيهان أحدهما قال النووي ليس فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد ولا على جوازه
وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين، لأن الشيء إذا جعل علامة على شيء آخر لا يدل على حظر ولا إباحة. الثاني يجمع بين ما في هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد المالك في قوله ربها، وبين ما في الحديث الآخر وهو في الصحيح لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك، وليقل سيدي ومولاي، لأن اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة، أو المراد بالرب هنا المربي، وفي المنهي عنه السيد، أو أن النهي عنه متأخر أو مختص بغير الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تطاول. أما الأخير الجواب غير ما ذكره أنه رحمه الله، الجواب هو أن قوله أطعم ربك خطأ، وربها غيبة، ومعلوم أنك إذا قلت للشخص أطعم ربك صار فيه إذلال له، وصار فيه إعظام لهذا الرب من المخاطر، خلافا للإعلام ربها، لأنه لم يخاطب أحد بذلك حتى يكون فيه ما في ما في ما في الخطاب في كلمة ربك، وهذا واضح. وقريب من ذلك النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، وقول غفر الله لك إن شاء الله، فإن هذه دون الأولى، ولا يصح القياس عليها لما في الخطاب من النص على المخاطر. وبقي وجه عندي لم يذكر الحافظ في قول أن تلد الأمة ربها، وأن يكون المراد بقوله أن تلد الأمة ربها الجنس، يعني ليست هي الوالد بالفعل، ولكن المعنى أن تلد الإماء أبناء الملوك، بقطع النظر عن كونه يرب هذه الوالدة نفسها، فهذا هو الظاهر. أو أن تلد الأمة إنسانا يكون بعد ذلك ملكا، فيكون مراد بذلك الجنس، يعني ليست الوالدة بعينها، إنما مراد الجنس. وهذا كثير ما يأتي في اللغة العربية يكون المراد به الجنس، مثل قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا مرت به فلما أثقلت دعوا الله. المراد من الجنس لا العلم، ولهذا لا يصح أن تنزل على آدم وحواء، بل المراد خلقكم من نفس واحدة أي من جنس واحد، وخلق منها زوجها أي جعله منها من جنسها، فلما تغشاها إلى آخر. هذا الواقع، يعني ما هو ربها هو يربها حتى نقول كيف يكون ربا لها. نعم لا 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 هو موجود من قبل. هذا معناه أنه لكثرة الإماء والسرار والفتوحات حصل هذا الشيء، ويدل لذلك قوله وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، هذا كناية عن كثرة الأموال، وأن الرعاة الفقراء، نعم كما جاء في لفظ مسلم أن ترى الحفاة العراة العالة يا أشياء يتطاولون في البنيان، وكأن هذا إشارة إلى كثرة الفتوح، فإن هذا من علامات الساعة. والمناسبة فيه ظاهرة، لأن كثرة الفتوح معناه بلوغ الشيء غايته، وكل شيء في الدنيا يبلغ الغاية فإنه سوف يرجع. وفي هذا إطلاق الرب على غير الله، إطلاق الرب على غير الله، وهذا كبير كما قال رسول عليه الصلاة والسلام في اللقطة دعها في ضالة الإبل، دعها فإنما سقاها وحذاءها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. نعم هنا قرأت أنا بحيث يصير المربى مربيا، فالإخوة قالوا المربي مربيا، المربى هذا العكس العكس ولا مانع، كل من يخطئ. لا لا يا شيخ عشان أرى يعني أنا إيش المقصود. لا أنا المربى مربى المربى الولد
العادل في ربه أمه مربيا في ربه أمه. أي نعم مضاف مضاف على سبيل الإطلاق فهو الله عز وجل. بعيد لأن هذا يقع حتى من الحرام حرام ما يقوله هذا. يعني التوجيه ابن حجر رحمه الله بعيد منذ يختار هذا الرأي. نعم لكن ما تطلق الأمة يراد بها المرأة مطلقا إلا إذا رويت لله لكن نروي ماء الله نسج الله. أما عند الإطلاق فهي المملوكة. ما انتهت عنه بقيت حديث لا تطول العاقل. قال في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة. يعني منها أن علم الساعة في خمس وفي هنا الظرفية أي في ظن خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس لأي أرض تموت. هذه الخمس كلها معلومات إلا قوله وينزل الغيث فهو داخل تحت المقدورات للمعلومات. لأن الله لم يقل ويعلم نزول الغيث قال وينزل الغيث. لكن إذا كان هو المختص بتنزيل الغيث فهو المختص بعلمه لأن الغيث ينزل بعلمه. ولكنه سبحانه وتعالى قال ينزل الغيث لأن هذا أبلغ في نفع هذا الغيث. لأن مجرد علم الله بنزوله لا يستفيد الناس منه شيئا لكن نزوله هو الذي يمكن أن يستفيدوا منه. ولهذا قال وينزل الغيث لأن هذا يباشر النفوس مباشرة خلاف العلم بنزول الغيب. عنده علم الساعة ولكن أنذركم ما قاله أحد الغربيين لأن الساعة ستقوم في تمام القرن العشرين يعني بعد سبع سنوات ست سنوات على كلها ستة وسبع. أقول هذا كذب ولا يجوز أن يصدق ولا يمكن أن يكتم الله علم الساعة عن جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام ثم يأتي رجل كافر ملحد يقول إنها تكون في العام في عام 2000. ولكن هذا من سخافتهم. وكما قلت لكم قبل أيام في العام الماضي قرأت صفحة كاملة في إحدى الصحف عن امرأة سموها لكن نسيتها اسمها الكاهنة صوروا صورتها وقالت إن من جملة ما سيكون في هذا العام المنصرم سيكون سوف يتنازل مسؤول كبير في الدول العربية عن مسؤوليته إلى مسؤولية شخص آخر. ذهبت الأوهام كل مذهب لكن ما صار شيء مما يدل على كذب الكهنة. طيب وينزل الغيث يعني المطر الذي يكون به الغيث وهو الذي تنبت به الأرض لأن المطر منه غيث ومنه ما ليس بغيث كما جاء صحيح المسلم ليس السنة ألا تمطروا إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ليس السنة يعني الجد ألا نمطر بل أن نمطر ولا تنبت الأرض شيئا. وهذا يقع أحيانا يأتي مطر كثير ولا تنبت الأرض شيئا وأحيانا يكون مطر قليل
ويكون فيه بركة عظيمة. وعند أهل نجد سنة مشهورة تسمى سنة الدمنة. تعرفون الدمنة؟ بعرة البعير أو بعرة الشاة الغنم الماء. يقولون إنه جاءت أمطار لكن اللي تحت الدمنة لم يبتل، اللي تحت الدمنة لم يبتل وصار ربيع ربيع ربيع، وهذه بركة من الله. ولهذا قال ينزل الغيث دون أن يقول ويعلم نزول الغيث، ويعلم ما في الأرحام. الأرحام جمع رحم، وهو وعاء الجنين في بطن أمه، وسمي رحما لأن ضمه للجنين ضم رحمة ووقاية. ولهذا جعله العليم الخبير الحكيم عز وجل جعله مغلقا لثلاث طبقات، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وجعل الذي يباشر الجنين جعله ماء لزجا رقيقا متحركا كالذئبة، من أجل أن لا يتعب الجنين في بطن أمه، لأن الأم تتحرك تروح تأتي وتنام وتقوم وتقعد. فلولا أن هذا الماء بإذن الله لين سهل ما حصل الراحة لهذه الأرحام. ثم إن الحمل ظهره إلى بطن أمه ووجهه إلى ظهرها لأجل أن يتقى وجهه بظهر الأم، ويكون ظهره من جهة البطن، وهذا أيضا من لطف الله سبحانه وتعالى. ثم إذا أراد الله أن تضع جاء الطلق، والطلق عبارة عن حركة الجنين من أجل أن ينزل، يعني يتحرك ليكون رأسه الأسفل، فيخرج الرأس قبل الرجلين. وكان بالأول لو نزل على طبيعته في بطن أمه لنزلت الرجلان قبل، لكن يوحد ينزل الرأس هو الأول حتى ينساب خروج الجنين. لو خرجت الرجلان لكانت اليدان تمنع الخروج وحصل ضرر عليه وعلى الأم. لكن سبحان الحكيم العليم، يعني من الذي حركه هذا التحرك في بطن أمه إلا الله عز وجل، حتى ينزل نزولا طبيعيا. يعلم ما في الأرحام، هل المراد أذكره أم أنثى؟ نقول نعم، قبل أن يخلق يشمل هذا أذكره هو أم أنثى، لأنه قبل أن يخلق لا يعلم أحد ماذا يقول. ولهذا يستأذن الملك الموكل بالرحم، يستأذن ربه عز وجل يقول يا ربي أذكر أم أنثى؟ فإذا كان ذكرا أو أنثى علمه الملك قبل أن يخلق. وهم الآن يعلمونه بواسطة أشياء معينة أنه ذكر أو أنثى، ولكن لا يستطيعون أن يعلموا من قبل. ثم نقول العلم المتعلق بما في الأرحام لا يختص بكونه ذكرا أو أنثى، له عدة متعلقات. أولا، هل يخرج حيا أو ميت؟ هل أحد يعلم؟ لا أحد يعلم، مهما بلغوا في الطب لا يعلمون. إذا خرج هل يبقى زمنا طويلا أو زمنا قصيرا؟ هذا أيضا لا يعلمون. إذا خرج هل يكون رزقه واسعا أم قد قدر عليه رزقه؟ هذا أيضا لا يعلمون. إذا خرج هل يكون عمله صالحا أو عملا سيئا؟ هذا أيضا لا يعلمون. فمتعلقات العلم بما في الأرحام ليس خاصة بالذكور والأنوث، وهذه كلها لا يعلمها إلا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولم يقل ماذا يحصل لها غدا، لأن الذي يحصل للإنسان في الغد نوعان، نوع من كسبه ونوع من فعل الله به. أما الذي من فعل الله به فلا طريق إلى العلم به إطلاقا،
أما الذي من كسبه فقد يقدره الإنسان، قد يقول أنا غدا سأفعل كذا سأفعل كذا سأفعل كذا، ولكن هل هو ضامن؟ إذن لا علم عنده. وإن قدر أيها الإخوة، أما كيف تعمل هذه المادة؟ فهذا لا سبيل. نسأل الله أن نلقاكم